كويس. طبعا في اخر حديثي كده كنا احنا في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن اعاده فتح مصانع غزل المحله والصناعه المصريه وتشجيع للصناعه المصريه، وانا كنت وعدت الناس والمشاهدين ان انا بالفعل هنزل اشوف اي منفذ لغزل المحله وهشتري منه منتجات غزل المحله، وفعلا قدرت ان انا اوصل لفرع برغم ان هي عدد الفروع قليل جدا، ولكن نجحت ووصلت لاحد الفروع. طبعا اشتريت وهفرج حضرتك معايا. اشترينا طبعا بيجامه، فاكر انت حضرتك طبعا يا دكتور وسيم البيجامه بتاعت غزل المحله، بيجامه معقوله سعرها مناسب، منتج جمال، سعرها مناسب وخفيفه وتمنها 350 جنيه. هو الصراحه عجبتني البيجامه، يعني وحشتني ان انا ايام بيت ابويا كنت بلبس البيجامه دي، ف جميله اشتريتها تاني، فده بيعتبر سعر مناسب طبعا للمنتجات جدا الموجوده. طبعا ايه 350 والقماشه كمان جميله دكتور وسيم. وطبعا اشتريت كوفرتايه. كوفرتايه دي يا جماعه بقى ب 450 جنيه يا بلاش، ودي كمان. طب ازاي نشتريها منين دي بقى؟ كينج سايز، يعني من الحجم الكبير، يعني ما يعني دي سعرها 450 جنيه، ولكن اللي عاوز يشتري يجيبها منين يعني؟ للاسف بقى ان المنافذ عددها قليل. المنفذ ده كان في منطقه عبدين، لو عايز بعد الحلقه اخد منك اجيب لك انا اشتري. طيب شارع محمد فريد. خلاص هيجز لي من دلوقتي. وطبعا الحاجه الاخيره بطانيه، الصراحه الكواليتي بتاعها عجبني جدا، وسعرها برضو 450 جنيه، وحاجه جميله جدا في الشتاء. انا فرحت بس ان انا رجعت لقيت منتجات غزل المحله فعلا موجوده، وفي قمصان وفي بدل، بدله ب 700 جنيه، بدله بتاعت غزل المحله عارفها حضرتك القديمه اللي يعني اللي تستحمل الشغل، مش زي شغل اليومين دول. القميص ب 250 جنيه، طقم ملايات ب 250 جنيه. فالاسعار صراحه اول حاجه انا فرحت لما لقيت المنتجات ولقيت الاسعار اللي هي متناسبه للناس بالنسبه للاسعار اللي موجوده في السوق، ولكن اتمنى ان يكون في فروع اكتر لهذه المنتجات اللي انا فرحت فعلا لما لقيتها، علشان تبقى متناسبه للمواطن مقارنه بالاسعار اللي بره. دكتور وسيم لو عايز من المنتجات دي اديني انا عاوزها اجيب لك. لا مش هتاخد دي بتاعتي انا خلاص. طبعا بغض النظر عن يعني تشجيع الصناعه وان الايدي العامله وتقليل البطاله، انما في علم النفس ما يطلقون عليه association of thoughts او تداعي المعاني. هناك بعد كبير قوي بالنسبه ان مصانع المحله تفتح. هيجل فيلسوف الالماني يقول الحضاره وهي سوبراستراكشر لابد ان يكون لها انفراستراكشر عشان يكون هناك حضاره. هذه الانفراستراكشر هي الزراعه والصناعه. القيم الأخلاقية للشعب تتأتى من الاثنين دول. إزاي؟ قال لك ما أنا ما أقدرش أزرع لوحدي، أنا وإنت عشان نزرع، وأنا وإنت عشان نحصد، وأنا وإنت عشان نصنع، وأنا وإنت عشان نصد خطر الفيضان. هذه القيمة العظيمة بتاعت أنا وإنت، اللي هي الحب، اللي هي العطاء طبعا، اللي هي السلام طبعا. اللي هي فليس هناك حضارة بدون انفراستراكشر من الصناعه بس والزراعه. انت فرحت لما شفت منتجات غزل المحله ليه بقى؟ لان دي بترفع من القيم الاخلاقيه الانسانيه، يعني طبعا. العمال دول لازم يبقى في تحاب بينهم طبعا، احنا طبعا بنحب المنتج المصري، فبالاضافه واحنا عملنا كده علشان نثبت للناس فعلا ان غزل المحله رجع تاني ورجع بانتاجها، ولكن نامل ان هم يزودوا في المنتجات ويوسعوا في عدد الفروع، لان عدد الفروع محدود جدا. فإذا هي عائد اقتصادي، عائد مادي، عائد أخلاقي طبعا. في الأخير سعدنا بلقائك يا دكتور وسيم.